سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة القائد جدعون الجزء الثالث. ازيك يا خالتي صفية؟ اهلا وسهلا. اهلا شباب، الحمد لله. الله يخليكم، الله يسلمكم. الحمد لله، الحمد لله. في المرة اللي فاتت يا جماعة شفنا انه القائد جدعون قام هو وجنوده ومشوا لطرف معسكر العدو في نص الليل بعد نبطشية نوبة الحراسة ما تغيرت، ونفذوا خطتهم وأرعبوا عدوهم، وجنود العدو ارتبكوا وجزء منهم من شدة اللخمة طعنوا زملائهم بسيوفهم، واللي نيجوا منهم فروا في اتجاه نهر الأردن. لكن جدعون ما خلاهم وأصر إنه يطاردهم، عشان كده رسل مناديب لرجال منطقة بني إسرائيل اللي بتدوم قبيلته منسة وقبائل نفتالي وأشير، وديل كلهم طاردوا المدينيين وحلفائهم. كمان رسل لهم مناديب لكل أفراد قبيلة أفرايم اللي ساكنين حول التلال، والمناديب مشوا وقالوا لهم جدعون بيقول لكم أطلعوا حاربوا المدينيين وشددوا الحراسة على المحلات اللي بيعدوا منها الناس على نهر الأردن لغاية بيت بارة، عشان ما تدوهم فرصة يعدوا. ورجال أفرايم سيطروا فعلا على المعابر والمحلات اللي بيعدوا منها، وآسروا 2 من قواد المديانيين، هم ضيب وعريب، وقتلوا عريب على صخرة بقى اسمها صخرة عريب، وقتلوا ضيب في محصرة بقى اسمها محصرة ضيب، وطاردوا المديانيين وحلفاهم، وجابوا الرسين ضيب وعريب لجدعون في منطقة نهر الأردن. بعد ذاك قواد قبيلة أفرايم كانوا زعلانين، عشان كده قاموا قالوا لجدعون يا سيادة القائد، هذي عيتنا عشان نحارب معاكم مشيتوا حاربتوا العدو. ليه عملتنا بالطريقة دي؟ عملتنا بالطريقة دي اللي انت كنت فاكرنا ضعيفين. قالوا ابن حارب يا جماعة، يا جماعة، يا جماعة، في الحقيقة انا مفروض اشكركم شكر كثير، لانه بصراحة كل اللي عملته ما بسوي اي شيء بالنسبة للي عملتوه انتو. في الحقيقة الشيء القليل اللي عملتوه هو أعظم من كل العمل اللي قمنا به. وإحنا كويس والله انتوا أسرتوا قواد المديانيين ضيب وعريب، أنا قدرت أعمل شنو لغاية هسي بالنسبة لعملكم العظيم ده؟ انت برضو عظيم، شكرا جزيلا، مع الطوالنا. وبني أفرايم لما سمعوا الكلام ده ارتاحوا وهدوا من الغضب. بعد ذاك يدعون هو والتلتمية محاربة اللي كانوا معاه عدوا نهر الأردن للضفة الثانية، ومع إنهم كانوا تعبانين لكن بيقوا برضهم بيطاردوا في الأعداء. وجدعون قال لأهل مدينة سكوت اللي هم بني إسرائيل يا جماعة أدوا رجالي أكل لأنهم تعبوا، وأنا لسه بطارد في ملوك مدين الاثنين ذبح وصل مناع. لين أدوا جهودك أكل وإنت ما قدرت لحد الآن تقبض ذبح وصل مناع؟ طيب كويس، لما نقبض بمشيئة الله ذبح وصل مناع انتوا حتشوفوا حيحصل لكم شنو. حقطع لحمكم بشوك الصحراء والعليق. وجدعون قام من هناك ومشى لمدينة فنوئيل اللي كانت بتبعد حوالي 8 كيلومترات شرقي مدينة سكوت، وطلب من أهالي كمان نفس الطلب، وهل فنوئيل برضو أبو يدو جنوده أي طعام، وقال له نفس الكلام اللي قالوا أهل سكوت. وجدعون رد عليهم وقال لهم طيب كويس، لما أخلص مهمتي وأكمل النصر بتاعي هأهدم برج الدفاع بتاعكم. أهدم عند الغار. وملوك مدين الاثنين ذبح وصل مناع كانوا معسكرين بجيشهم في قرقر على بعد حوالي 30 كيلومتر من فنوئيل، وجيش المدينيين كان مكون من 15,000 رجل، وديل هم اللي فضلوا من كل جيش القبائل الشرقية بعد ما ماتوا منهم 120,000. جدعون سار بطريق سكان الخيام شرق مدينة عمان الحالية، وفاجأ أعداؤه وهجم عليهم بدون ما يتوقعوا. ملوك مدين ذبح وصل مناع حربوا، لكن جدعون طاردهم وأسرهم وهزم كل الجيش، وبعد ذاك رجع من الحرب عن طريق ممر حارس.
وهناك قبض على شاب من أهل سكوت وطلب منه يكتب له أسامر وعصاء وعيان وشيوخ سكوت. الشاب كتب له 77 إزم. وجدعون قام مشى لسكوت وقال لي أهلا هشوف دير هم لقبيدين الاثنين زبحوا صلمناع اللي استفزتوني بسببهم قبل ما أقبضهم وقلت لي نحن لينا ندي رجالك التعبانين أكل وانتو ما قدرتوا تأسروا ملوك مدين لغاية هسه. وجدعون أدى أهل سكوت درس قاسي جدا لما قبض على أعيان المدينة وشيوخها وهراهم بشوك الصحراء والعليق، وكمان مشى المدينة في نوئيل وهدم دروجة وقتل أعيان المدينة. جدعون بعد ما عاقب أهل سكوت في نوئيل قام سأل الملوك مدين ذبحوا صلمناع. الرجال اللي قتلوهم في منطقة جبل تابور دي كان شكلهم كيف؟ كانوا يشبهوك؟ كان فيهم شبه منك؟ كان ظاهر عليهم أسر النعمة. طيب انتوا عارفين ديل كانوا مئة مجرمين؟ ديل هم أخواني أشقائي، أقسم بالله والباقي أظلم لو ما كنتوا قتلتوهم ما كنت حقتلكم. يا يزر يا يزر. نعم يا أبوي. يزر انت ولدي الكبير، قوم شيل السيف قتل المجرمين ديل. لكن يسري ولد جدعون البكر ما سل سيفه حتى لأنه خاف وما كان عنده خبرة في حاجة زي دي. وبعد ذاك ذبح وصلمناع قالوا لجدعون قوم اقتلنا انت يا جدعون إذا كنت فعلا رجل قوي. أيوة اقتلنا انت بنفسك. وجدعون قام وقتل الملك ذبح والملك صلمناع وشال الزينة اللي كانوا مزينين بيها جمالهم الملكية. وبعد ما الحرب انتهت وبني إسرائيل انتصروا فيها بقيادة جدعون شافوا إنه جدعون رجل مناسب جداً عشان يقودهم ويحكمهم. عشان كده قالوا ليه نحن عايزينك تحكمنا. نحن عايزينك تحكمنا. أيوة تحكمنا. زوريتك يا زعب. أيوة ما تحكمنا. أنقذتنا من أعدائنا. أحسلينا أنت. أنقذتنا من أعدائنا. ولفاؤهم زادوا ما أنقذتنا منهم. المدنيين وحلفاؤهم. لا أنا ما عايز أحكمكم ولا عايز أي واحد من زريتي يحكمكم كمان. اللي يحكمكم هو الله. حاكمكم هو الله. لكن عايز كل واحد منكم يديني فردة حلق من الذهب اللي غنموا في المعركة. ما في مانع. ده قال شيء نهديه لك. والجنود بعد ما قالوا الكلام ده فرشوا لهم قطعة من القماش وكل واحد منهم خدت فيها فردة حلق من نصيبه اللي جمعوا من الغنيمة. طبعا يا جماعة المديانيين وحلفائهم كانوا من أحفاد سيدنا إبراهيم عليه السلام من ولده مدين وكانوا رحل وكانت من عاداتهم إنه يلبسوا حلق في إذنينهم. ويا جماعة كان وزن الذهب اللي أخذوا جدعون حوالي 20 كيلو جرام وزيادة على الكمية دي كمان أخذ عقود ومشغولات الذهب والملابس البنفسجية اللي كانوا بيلبسوها ملوك مدين بالإضافة للزينة اللي كانوا بيزينوا بها جمالهم. وبكل أسف جدعون شال الذهب وفصل له قماش على شكل صديرية طعامه بالذهب المسكور ووضعه في مدينته عفرة. بني إسرائيل خالفوا الله وعصوه وبيقوا يعبدوا الصديرية المطعمة بالذهب اللي جدعون عمل دي. وده كان غلط كبير من جدعون حتى إذا ما كان قاصد. الصديرية دي بقت مصدر شر لعائلته وذنب كبير لكل الناس اللي عبدوها. المديانيين بعد هزيمتهم المرة خضعوا واستسلموا بالكامل لبني إسرائيل وبلاد بني إسرائيل نعمت بالسلام واستراحت من الحروب لمدة 40 سنة في عهد جدعون. وجدعون مات بعد عمر طويل ودفنوه في مقبرة أبو يواش في مدينته عفرة. جدعون كان رجل مزواج عشان كده كان عنده 70 ولد. وسريته اللي كانت في مدينة شكيم المجاورة لعفرة كان عندها منه ولد اسمه أبو يملك. بعد موت جدعون بني إسرائيل بقوا عاصين أكتر ومخالفتهم لله زادت وتبعوا بعل بريت اللي عملوا له أصنام كثيرة وعبدوها ونسوا الله اللي انقذهم وخلصهم من كل أعداهم اللي حولهم. وكمان ما عملوا أهل جدعون بالمعروف والحسنة ونسوا فضل جدعون عليهم وما حفظوا له الجميل. دي يا شباب كانت قصة جدعون قائد بني إسرائيل. الله يخليكم ربنا يحفظكم يا أولادي ربنا يحفظكم. مع السلامة. تحية زروق
إخراج طماطر شيخ الدين.